شو هذا؟ واحد زوج مسلمة. شوفوا شحال ديال الناس، شوفوا شحال ديال البنات المدرسة. تبارك الله ما شاء الله، شحال ديال الوليدات الصغار كيجيو بزاف ما شاء الله، كيمشيو هادو كيجيو واحد اخرين. تبارك الله اجي، ماشي جو الدراري الصغار جابوا قلب زعما جابوا الصغار مساكن ما شاء الله. سعدات امي السعديه والله دارت شي حاجه زوينه في حياتها، كيجيو عندها تبارك الله بزاف ديال الدراري الصغار، والله الا فرحنا بزاف. ما كنعرفوش منين كيمشيو كيجيو كيدعوا معاها الانسان الكبير ديما كيكون. شوف على الصباح دابا، الصباح هذا عرفتي شنو كيمشيو مريم دوزي هكا حيت باش ما نشدش سميتهم. سبحانك يا جليل، سبحانك يا جليل، تبارك الله. صعب يعني كاع المطلقه كلها ديال صحاب الدراسه كلهم جاو كيعزيو كيدخلوا مساكن مع الدراري وكيخرجوا برا وكيبقاو يعيطوا وكيعيطوا وكيسولوا كيطعفوش كيهبطفوش. يعني ما يعني كانت امي السعديه لا دايره شي خير. سبحانك يا جليل فهاد المدرسه، الله ينجحهم. امين الله ينجحهم امين. دعوا معاهم بالنجاح كاملين. عرفتي جاو كي قال لك الماتنا امي السعديه وكلشي كيدعي لها بالرحمه، البنات كاملين كيدعيو لها بالرحمه، غير وليدات صغار غير فريخان. امين سيسهلوا لها واحد الفاتحه. امين واحد الفاتحه امي السعديه. السلام عليكم خوتي المغاربه، اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ضرني شي حاجه بغيت نبارطاجيها معكم. القلب ديالي كيتحرق وما رحمونيش الناس وتعذبت نفسي ديالي، كنحس بها تحطمات. اليوم انا كنحس براسي واقفه بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الدعوات ديالكم وفرحانه. شي حاجه اللي عطلت على امي الصداقه ديال 3 ايام ما درتهاش لها حيت كنت مريضه ورجعت من الروضه حالتي يعني بها الله سبحانه وتعالى. اليوم جات الناس كلشي داز زوين، كلات شربات ودعات مع امي السعديه والوليدات الصغار، باقا الناس كتمشي وتجي باقا ناس جايه ودعات مع امي السعديه، وبالخصوص دوك الملائكه فراشات وليدات صغار. عرفتوا كيفاش واحد كيفاش بزاف راه مايمكنش كيفاش جاو كيفاش وقفوا مع امي كيفاش ساندونا الله يجعلها في الميزان المقبول. كتشوفوا وليدات صغار جايبين الحليب وجايبين السكر. الحمد لله. انا بعدا نبارطاجي معكم كيفاش كانت الصداقه. ها نتوما شنو؟ والحمد لله الخير تبارك الله. راك هذه كانت عامره وكانت طنجره واحده اخرى. وباقي الخير تبارك الله. والله الا ربي وشحال ديال الناس ناس الله يجازيهم بخير ويجعل لهم في الميزان المقبول. حتى هما جابوا لنا هنايا هو اللي بقى لنا من فرحانه حيت انا امي عندك الموس. اجوا معايا ماما كاينه معايا وقفات معايا مسكينه هي كتجمع هنايا. شوفوا هانتوما بقى هنايا شوفوا الخير غير دخل هانتوما شوفوا هنايا شنو بقى هانتوما. عرفتي الناس ما شاء الله كلات وشربات وباقي الخير وباقي الناس جايه. ما عنديش راكم عارفين تيساع هانتوما الله يجعلها في الميزان المقبول. باقي الخير يعني رزق السعديه جيت لعندها وفرحانه انا وماما. اجي يا ماما فرحانين بزاف فرحانين بزاف بزاف حيت امي السعديه وصلت الامانه ياك يعني وصلت الامانه. ما باغاش نبكي انا ما بقيتش باغا نبكي على تحرقت وتبكيت بزاف وتعذبت. انا اللي غيحس بهذا الشيء هو اللي دايز منه كيبقى يبكي يبكي يبكي. الانسان تيكولي غير القلب ديالو كيتقطع كيولي غير القلب ديالو اللي كيبكي من الداخل. رحموني راه ما بقاش عندي الجهد رحموني. راه ماما شوفي انا تقولوا لي ساره علاش دعيتي الدعوه غدا الجمعه وماما صلاتك حرام عليك، منين جروني البارح
من الشرجة 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 من البارح جيت كنجري 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 تناقشت انا مع على ابسط الامور قالت لي نساي بنادم يعني بنادم كثر عليا الضغط قالت لي نساي بنادم شدينا على رجليها قسما بالله رجليها هو الشرجم هانتوما ها هو الشرجم حطيت هذه السيده سمعتوني ما سميتو هاك عندك يضربك البرد سارة قبيلك انتي تكحبيت شوفوا جلابة هايا تقطعتها فوق لحمي ديال مي عزيزة عليا هي اللي كنتي لابسة اه هي اللي غدا ندير هايا غدا نصوبها تاع مي عزيزة عليا كنت لابسها البارح قطعتها وحطيت رجلي هنا هاكا صافي وتلاحيت ما بقاش عندي العقل ماما شدها قلبها انا اللي عقلت عليه انا اللي عقلت عليه وهي كيفيقوا فيا وجرحوني بالسوارت ما نعرفش كانوا كيديروا لي السوارت في يديا لقيت ماما كتقرا القران وكتقول لي صافي ضعت في بنتي هي اللي كنسمع في ودنيا كتقول لي سمحي لي بنتي انا اللي سمعت شي كلمه مني ماشي هذيك سمحي لي بحال هكا انت زعدتي نهار صعيب وكيفاش كتقولوا حنا بغينا نعرفوا السعديه باش ماتت وانا علاش درت لكم اللايف والعربيه وحطاتني العربيه قالت والعربيه وقالت زعما وما فهمتش انا بنادم علاش كيبقى بقيتو المغاربه شويتو بنت بلادكم لو كان ديك الحطه اللي حطاتني فيها العربيه كتهضر هكاك لو كان قلتو كلنا سارة مي السعدية وراه هزات واحد السيدة المهم انا ما منتس ربي سبحانه وتعالى ولا يجازيني انا ما نتسناش من العبد يجازيني كون كلشي هضر عليا زوين غنكون فخر للمغاربة عرفتي شناهي تهضر عليك شي قناة كبيرة وكيتتابعها نقول الكوكب كامل يعني وغادا تهضر عليك يعني عرفتي شناهي غتهضر عليك يعني كون حسنتو بالصوره ديالي وهدرتو عليا زوين غنكون فخر المغاربه كاملين وغادي نتشجعوا دير خير خويا ماشي تشجعونيش انا تشجعوا ناس اخرين وغادي تكون عبره ليا وليكم علاش انا نفكر فين نقتل راسي كاع ودابا الا تلاقيت مع شي حد في الزنقه والله ما نركبو حتى في الطوموبيل شي ما نزيد قولي عاد بلا باش ما بدال واش تعاود تجربه وحاجه وحده نقولها كاينه غير سعديه وحده لا سعداتك بنتي ما سعديه وحده ما يعاودهاش التاريخ شي مو سعديه كاينه سعديه وحده ما غيعاودهاش التاريخ لان انا مي بغيتها من قلبي والحمد لله دازت صدقه زوينه واللي حضر فيها زوين شوفوا احتراماتي للمتابعين كنبغيكم كاملين واحتراماتي للناس اللي وقفوا معايا والناس الجاليه المغربيه والناس اللي داروا ما كنتش عارفه الجزائر كيديروا حتى هما خوتنا الجزائريين عندهم كسكسو تصدمت كلشي دار كسكسو صيفطوا كسكسو لا تحيه لخوتنا الجزائريين المغاربه شكروا خوتنا الجزائريين خاوه خاوه وان شاء الله مساله وقت مساله وقت تقاد الامور ان شاء الله باذن الله مساله وقت تقاد الامور باذن الله عرفتوا كيفاش وقفوا معايا خوتي الجزائريين عرفتوا كيفاش وقفوا وبالاخص الجاليه المغربيه اللي كيصوروا من فرنسا دايرين صداقات كيصيفطوا لي في الانستغرام من السعوديه تحيه تنشكرك مينا امينه من السعوديه اللي دارت لمي السعوديه عمره حجت لمي السعوديه دارت لها عمره الله يجازيها بخير بورشت دارت لها عمره صافي ماما ما تبكيش ما بقيتش قادره صافي خير انا ما بقيتش غنبكي ما بقيتش غنبكي حيت انا امي ما تستاهلش مني البكيان صافي ما بقيتش ماما اللي كانت عزيزه عليا محتاجه الدعوات شوفوا عرفتوا شنو دارني دروني الكلاوي هما البنات مرض والله الا مسكينه شوفوا قسما بالله محتاجه للدعوات اكثر من اي مرضوا لي الكلاوي ما عرفتوش حيت ما شربتش ما كليتش اما ملي ماتت امي الله كليت اليوم ماشي شي ماكله غير دقتي ما كتشربيش ما بقيتيش تشربي وما شربتش الماء مرضوا لي الكلاوي ديالي كنحس بهم كي حرقوني بزاف كنكحب كيضرني هنا الفم ديالي السقليه كله مقشر
الوجه ديالي انتم كتشوفوا فيه علم بحال حال الله سبحانه وتعالى، هو راه كيشوف، انتم كتشوفوا الله سبحانه وتعالى كيشوف. اللهم لك الحمد على ما عرفت انا الكلاوية ضروني جبتها في صحتي، واقيلا انا غدا نمشي. اللي غنقول لهم من هنا رحموا سارة، الله يجازيكم بخير وعلى خير، الله يجازيكم بخير، بداتها محتاجينها رحموها. شكون اللي شدني؟ شكون اللي شدني من الشرجمة مريم؟ خويا وشكون؟ وليداتك شدوني ولادي، واش ولادي 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 شافوني غنطيح من الشرجم وشدوني بيديهم. عرفتي ولدي في يدو ولات تبان لي الدنيا كحله، ولا كيبان لي كلشي كحل، دارت على الخير ولا ولد جايه كنجري. صافي دفعت بابا واحد الدفعه خايبه، دفعت ماما قطعت الجلابه ديالي وجيت كنجري غنتلاح. صافي ما بقاش عندي الجهد، ما نكذبش عليكم، لا اله الا الله محمد رسول الله، ما بقاش عندي الجهد. انا ما درت غير الخير ورجع لي بومزي. علاش غيكتبوا عليا الناس؟ الحمد لله واش لقيت الخير في البراني وفي بلادات اخرين كيشكروا فيا وما لقيتهمش في بلاد بلادي؟ واش لقيت الخير في البراني وما لقيتهمش في ولاد بلادي؟ والبراني كيهز بيا. ما عرفتش هاد البنت شنو دارت، ما عرفتش واش الخير، واش الخير كيتقلب هكا؟ راه لا اله الا الله محمد رسول الله. خوتي التونسيين كتبوا عليا بزوين، المصريين كتبوا عليا زوين، الجزائريين كتبوا عليا في صفحاتهم زوين، تنجيو حتى المغاربه، حتى المغاربه وقفوا معايا ما ننساش، المغاربه خوتي اللي وقفوا معايا ما ننساش، ولكن كاين واحد الفئه ديال المغاربه اللي ضريتوني بزاف. قليل قلال. واحد الفئه اللي نقدروا نقولوا واحد 5%، غتقولوا لي يا ساره 95% واقفه معايا و5% ضريتني، غنقول لكم حسبي الله، ما كتخافوش تحاسبوا، لانني بصح ضريت. راه ماشي ساهل عليا، خليوني غير مني الفراق امي سعديه، راه كنعس في بلاصه مريم هي تقول لكم وما كنعش. لا ما كتنعش، ما كتنعش، كنقول غنقول من هنا الله يجازيكم بخير، ما كنعش بخير، الله يخلي لكم صحيحتكم. الا ما خليوها، خليو هاد السيده اللي باقي لها تعيش مع وليداتها، راه عندهم امتحانات. واش عندكم القلب؟ الا كان عندكم القلب فيه الرحمه ديال الاسلام، راعيوا لهاد البنت، راعيوا لهاد البنت، راه باقا صغيره ودارت واحد الاجر اللي غتاجر عليه. راه ما قدرش الاخراق مسيري، راه ما غاديش يقدر يديروا شي واحد، راه ماشي ساهل، راه ما كاينش اللي يقدر يدخل حتى قطه. انا ما نقدرش على اللي ما يقدرش. شوفوا انا داكشي درتو خالصا لله عز وجل، يعني امي السعدية ما عمرني شفت فيها لا الخير لا الاجر، شفت فيها بنتي السعدية، كانت بنتي حنينة، نبدل ليها لبسها. ماما تقلقت البارح في واحد اللحظة، غوت على ماما قلت لها انت ماشي امي، وبقات تبكي، قلت لها انت، انا امي ماتت، تناقش انا ماما قالت لي غدا في راسك، وتعصبت وقلت لها امي ماتت. انا شفت واحد الهيستيريا، جاتني هيستيريا خايبة، قطعت حوايجي قلت لها انت ماشي امي، قسما بالله الا شد ليها رجليها صافي مشات، وكان غيمشي فيها الله يحفظ، الله يحفظ. راه لا اله الا الله محمد رسول، الحمد لله من اللي ما وقع والو، اللهم لك الحمد. راه الصراحه قال انا غمضت عشيت في راسي بان ما لقيت منش، شفت هذاك الخير كامل، كانت كتجري والشرجم محلول، تلاحت شدينا لها رجليها، اخوها كيجري جاب لها اخوها عتق المرتقى، كان قريب منها مسكين. لا اختي شوفي الحمد لله، الحمد لله، راه ما كاينش كون كان راه يهضر، راه مريض قسما بالله الا خليته مريض، ومسكينه غير صدقه فرحات فرحات بالناس اللي، ولكن هاد الناس ما عرفتش علاش كيديروا هكا، بلاصه ما تشجعوا بنت بلادكم وتشجعوها على واحد الخير دارته، ما غتختش بنتكم وحبيبتكم، يعني خاصكم تزروها عندكم وتكونوا فرحانين بيها وتشجعوها على داكشي اللي دار وتفتخروا بيها وتهزوا بيها، لان امي سعديه عاشت معانا معززه مكرمه، وماتت معززه مكرمه، ودفنات معززه مكرمه، ماتت معززه مكرمه، وماتت كتشاهد وماتت كتصلي وماتت كتذكر الله وبارطاج الفيديو. انا ما عارفاهاش، انا كيحسب لي امي فيها التخرخيره ديال البرد، امي فيها التخرخيره الموت، وربي كتب عليكم تشوفوا سكرات الموت تاع السعديه وكتذكر الله. هز صبعها، شحال منكم قالوا هذيك غادا تحرم من الشهاده، امي شفتوا في الفيديو كتقول كاين الله وكتشهد، كاين الله وكتشهد. اشنو شفتي السعديه تا قلتي هاد الكلمه؟
اشنو شفتي السعديه تا كتذكري الله اخر كلام الله وحيدات خوات امي فين درت خوات امي دابا تلقاي دابا حيدتهم لك انت كطيبه باقي في الكوزينه جيبيهم ليا الله يرضي عليك جيبيهم ليا حيدت خواتما جيبي لي خوات امي حيدت خاتمه وخشاتو ليا في يدي خاتمه غير انا ضعافيت ولاو كيطيح ليا الخواتم غادي ندي عند مول النقره وغنقص منه هذاك اللي عطاتك هو اللي تحافظي به هو كيطيحوا ليا هذا حيداتو لا ماما عطاتو لي علاش نعطيني عطيني واحد خدي واحد هذا ماما حتى انا كنت كنبغيها ماما نقول لك واحد الحاجه هذا الخاتم هذا نقول لك واحد الحاجه هذا ديال هذا نهار ولدت انا جابوا لي واحد الدري عنده 14 عام حيت انا اللي حيدته له من صباعه غير سمعيني ماما جابوا لي واحد الولد عنده 14 عام فاش ولدت انا وغير سمعيني نعم ما تقلقيش لا لا ما نتقلقش جابوا لي واحد الولد ذلك الهم والله الا مسكينه كتبكي وتقول لك بنتي جابوا لي واحد الولد عنده 14 عام كاين واحد الخاتم ديال الذهب انا عاطيه للمستديه ياك خلاتو خلاتو هي مسكينه قالت خاتمي كدارت لي مسكينه لديدها شوفي ما تقولي خاتمي ديال الذهب انا شاريه لامي خاتم ديال الذهب شريته ليها وعطيته لها دارته في يدها شحال وهي دايره في يدها مشات عند الوالده رجعت عندي للدار قالت لها فلان خاتم الذهب قالت لي ما عاد طاح ليا الله يرحمها هي راه عطاته ليا ودارت ليا قالت لي ما شفتوش ما عرفت شكون اللي هزوني وعيطت لماما قالت لها باقي خاتم راه الخاتم عندك هذا خاتم دارته لي امي بقات ليها شويه وتموت ياك شداتو دارت ليها هكا في يدي عطاتني الخاتم ديالها راه باين ها هو في يدي ما نحيدوش وتا هذا ما غادي نجي نحيدو وسمحي لي ماما ما عطيتوش لك راه عندك خاتم عطاتو لك سته ماما هي اكثر وحده متضره شي ماما هي اللي هازه مسكينه الهم وهي اللي كنلقاوها كتبكي مسكينه في كوزينه وهي تتقول لك انا بنتي غيضيعوها باقا صغيره وكتدعي معاك وباغا لك الخير الله يخليها لك ويخليك ليها يا رب وشوفوا الناس هما كيشوفوني هما اللي شافوا وجهي وشافوني كي دايره اللي جا كيقول لي ساره اش كيقولوا الناس عافيتي ومالك يا ساره حوايجها ما بقاوش كيجيو قدي حوايجي ما كيجيوش قدي وانا فرحانه وصلت امي السعديه وعطوني بالثقار خليوني نعيش الحزن نعقل عليه وغدا ان شاء الله البنات غنمشي عند الروضه راه مشيت الروضه البارح ما قدرتش نبارطاجي لكم والو الا قدرت كانت عندي القدره باش نوريكم هذا راه غادي نشوف شنو غندير ونوريكم فين غنمشي وشكرا المغاربه كاملين كنموت عليكم وما ننساش الوقفه اللي درتو معايا وبالنسبه للناس الاخرين كون وقفتوا مع بنت بلادكم وبينتوها بصوره زوينه وقلتوا في حقها كلمه حق وتكون معقوله والله العظيم كوراني فخر للمغرب يعني لان سميتي راه ولات في كل بلاد وتجيو عندها وتوالي شوفي انا باخر صدقه كلمه طيبه واخا من داركم شتي نقول لكم واحد القضيه انا كلشي كيهضر عليا الدول العربيه كامله ولكن بالخير لا هما كيهضروا بالخير ولكن تمنيت ولاد بلادي يهضروا عليا كاملين وبالخير يوصلوا صوره زوينه لساره وغتكون فخر المغرب المغرب رب بلاد الامن والامان وما فيه لا تشرد ما فيه والو فيه الاحسان والقلب الطيب والقلب الطيب وتكون صوره زوينه وتخليو الانسانيه تزيد غتخليو الانسانيه ماشي يقولوا ما كيديروا كيفعلوا غتكون واحد الانسانيه زوينه وتخليو الناس تشجعوا على الخير واستغلوهم ودخلوهم من التشرد ومن الشتو من البرد وهذا كل واحد كل واحد في المغرب يدخل واحد في الزنقه ما غيبقى عندنا حتى شي واحد في الزنقه وغير الوليدات ما يبقاوش يلوحوا ما غيقدروش ونتحداكم ما نتحداكم ما غتقدروش علاش ما نعم ما يصبروش ما غيصبروش ما غتقدروش والله العظيم انا مؤخرا عييت ويا ربي تسمح لي اللي طيح لي في ود ميمتي مؤخرا وا السعديه صبتيني صافي غتكوني ولا غادي امي السعديه نمشي نسد عليه ونخرج ونخليه ومسكينه كتقول لها صافي صافي انا ناكل مؤخرا اش دارت لي وانا ناعسه باش دخلات عليا بالموس موس وانا ناعسه وما خفتش منها وقفت عليا وهزه موس قالت لي والله تندبحك علاش ما عطيتنيش تاكل ونقول لها امي امي درت لها بحال وخليني نعاسه سير باش بغيتي تفطري انا جايه جايه نعطيك سيري 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 ومشيت ونضت وفطرتها وكلشي فطرتها هي حداها وكلشي وما تسوقتش لها علاش حيت مامنه كنبغي امي امي ما تقدرني امي ما تقتلني ديك ماما راه ما غتضرك كبتي كتبغي تموت عليها المهم تبغات اخر لحظه ربي راه كيشوف وما غيضيعش الاجر ديالك باذن الله وعندك ناس بزاف كيدعوا معاك لا في المغرب ولا في خارج المغرب وكاع الناس اللي تيكتبوا شي حاجه على خيب
راه تيكتبوا على راسهم. انتي الحمد لله راكي بارطاجي كل نهار، كتقرا كلشي بالمتن. انتي راكي كل نهار كنتي كتبارطاجي نهار بنهار حياتها، وشفنا النقاء وشفنا عمر طلعت مسخه، عمر طلعت مريضه، عمر ما عمرناش نشوفوا الحمد لله. والله بلي دارت بنتي باش تحمي راسها، حيت امي السعديه هي ما كانتش عارفه العالم كامل، وكل ما دارتش داك اللايف ما غاديش يعرفوا امي السعديه ماتت، وما غاديش يجي حتى شي واحد امي السعديه ديال العالم كامل، ومن حقها دير داك اللايف حيت امي السعديه ما عندها حتى حد عند الله سبحانه وتعالى. هذاك اللايف باش تحمي راسها، هي كتقول لي ماما باش تحمي راسي، هذاك اللايف باش تحمي راسي هاد البنت باش تهلا فيا. المهم خوتي المغاربه الله يجازيكم بخير، وشكرا على الدعوات ديالكم، وهذا ما كان. السلام عليكم.